زيارة إلى منطقة داريا بريف دمشق، تفقد خلالها بعض وحدات قواتنا المسلحة وهنأهم بعيدهم، حيث أكد أفراد قواتنا المسلحة عزمهم على مواصلة العمل مع المواطنين لدحر الإرهاب والإرهابيين الذين يسعون إلى زعزعة استقرار البلد وأضعافه. طبعا بينزل على الميدان مع القوات المسلحة وبيصافح رجالها أي مواطن، بيتشرف بالمصافحة بمصافحة أي مقاتل للجيش العربي السوري. الحقيقة أنه نكون معكم، فنحن بنشعر أنه نحن مع كل مقاتل في الجيش العربي السوري في كل مكان في ساحة الوطن. لما نصافحكم كأنه عم نصافح كل مقاتل في سوريا، وأنه زوركم اليوم فهذا بيتطلب انه انقل كلمة شكر باسم المواطنين في سوريا، باسم كل مواطن شريف. فانتوا عم تخوضوا معركة الوطن، كل الوطن. فهي رسالة شكر من كل مواطن، انا بنقلها باسمهم جميعا. والنتائج على الأرض هي اللي بتحكي، من باب عمر للقصير مرورا بالغوطة الشرقية، يوم بدارية، بدارية اليوم والخالدية كمان ودارية. فهذا الموضوع نحن مطمئنين جدا لأدائكم، لكن الأهم منا أنه إنجاز الجيش العربي السوري أصبح الآن محل تحليل في كل العالم. الكل عم يحلل شو عم يصير، كيف الجيش العربي السوري قادر يصمد هالصمود؟ طبعا كان كثير من الناس ما تفهم ماذا تعني كلمة جيش عقائدي. جيش عقائدي هي الأساس بالنسبة لأي قوات مسلحة في العالم. الجيوش المحترفة أنا بعتقد بالمستقبل سوف تدرس هذه التجربة، ومراكز التحليل العسكرية بدأت تتحلل ورح تحلل هالتجربة لحتى يستفيدوا منها. على كل الأحوال كم ساعة صفر صاروا عاملين؟ من رأس السنة حتى اليوم صار 14 ساعة صفر بمدينة دمشق لوحدها. بس بكل ساعة صفر، بكل ساعة صفر انتم كنتوا عم تحولوهن هن الاصفار، هن وخططهن وكل من يقف خلفه. عادة دائما الشعارات تكون في المقدمة والممارسة تأتي خلفها. في هالمرة الجيش العربي السوري سبقت الممارسة الشعار. فأنا بقول لكم كل عام وانتم بخير. نحن بمقدار ما نشد حالنا فيكم كسوريين، بمقدار ما نشد حالنا بعائلاتكم، يعني كل واحد فيكم هو اغلى واحد بعائلته اليوم. مثل ما انتم صابرين فكمان عائلاتكم، زوجاتكم، ابائكم، امهاتكم، ابنائكم وبناتكم واخوتكم واخواتكم كمان هم صابرين. فنحن نقول لهم كل عام وانتم بخير، لان هم جزء من المعركه وهن جزء من هذا العلم. قوة الجيش تيجي من أبنائه، لكن بنفس الوقت تيجي من احتضان الناس لألو، والشعب السوري واقف معكم بقوة. لما نقول جيش الشعب هذا يعني أن الجيش بيدافع عن الشعب، لكن بنفس الوقت الشعب يدافع عن الجيش. فاليوم كل مواطن بيعتبر أنه اللي عم يدافع عن الجيش هو عم يدافع عن الوطن، وهي المعركة الوطنية، وهذا هو جيش الشعب. هون عم نجسدها لهالجملة. فنحن بندافع عن الناس وبنحتضن الناس وبنحب الناس. لولاكم ما في جامعات، ما في مدارس، ما في خبز، ما في مي. لولاكم كنا كل سوريا كانت عبارة عن لاجئين ويمكن خارج سوريا. لولاكم كنا اليوم كلنا عبيد للدول اللي بدها تركعنا. ونحن بحياتنا الشعب السوري بحياته ما كان قبل يكون عبد. هي الموضوع لا بالتاريخ ولا بالحاضر ولا يجوز أن يكون في المستقبل. دائما شعارنا هو الشهادة أو النصر،
ولكن أنا من أول ما بدأت المعارك عم أقول نحن شعارنا في هذه المرحلة النصر. الشهادة قدر، الشهادة قدر، لكن نحن هدفنا النصر، وكل الشعب ينتظر من الجيش العربي السوري النصر. فبدنا نوقف كلنا مع بعضنا مثل ما أنتم واقفين مع الشعب، والشعب موقف معكم، وبكل تأكيد لما نحن مع بعضنا الله بيكون معنا.